أيها الأخوة الكرام، الإنسان يفتن بابنه، أحياناً يهتم فقط بدراسته ولا يعبأ بدينه، هنا الطامة الكبرى، يهتم بتحصيله ولا يعبأ بعقيدته، يهتم بصحته ولا يعبأ بصلاته، يهتم بمكانته الاجتماعية ولا يهتم بمكانته عند الله. يعني الأولاد أحياناً مفخرة، ابني طبيب، ثاني مهندس، عندي ثلاث أطباء، هيك كمان بكشر، عندي ثلاث أطباء، بيقول لك يطول بالك. يهتم بمكانته الاجتماعية ولا يهتم بمكانته عند الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والله الذي لا إله إلا هو لا يستطيع أكبر كاتب في الأرض أن يصف المشاعر الرائعة التي تنتاب الأب حينما يرى ابنه كما يتمنى. ما بيقدر أي كاتب يصور مشاعر الأب الذي ربى ابنه كما ينبغي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.